هذا السائل الكريم أحسن الله إليكم يسأل عن معضلة. يقول: يا شيخ، عندنا في مذهبنا شرط عدم التعدد وإلزامه في العقد، هل ذلك صحيح شرعا؟ أبدا. أنا أعرف البلدان التي تشترط هذا الشرط في البلدان من البلاد الإسلامية، والحقيقة أنه شرط فاسد، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو فاسد وإن كان 100 شرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة رضي الله عنهم أجمعين. فإذن علينا أن نتنازل عن بعض هذه الشروط الظالمة الآثمة، لكن تساهل البعض في مسألة ماذا؟ أن يشترط عدم الزواج عليها، وأرى أن هذا تحريم لما أحل الله عز وجل، فليضرب بهذا الشرط عرض الحائط، لا سابقة ولا لاحقة، يضرب به عرض الحائط. نعم، يعني لا يلزم أبدا، لا يلزم فيما أدين الله به. نعم. يقول السائل الكريم: لما ذكرتم لا ما يعرب لا سابقة ولا لاحقة، يقول: في بلدنا كذا من بلاد المسلمين هذا الشرط يا شيخ معمول به وإلزامي، لكن عندنا كذا وكذا من تعدد ما تقولونه. أقول يعني أنا قلت لك أنه لا يلزم، والله هذا الشرط لا يلزم، شرط فاسد ليس في كتاب الله باختصار. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.